يمكن الآن عن طريق أنتم البيع الشراء تعامل يعني تعامل المسلمين ممكن تتعاملوا معهم يعني إذا تتعاملوا تعامل إسلامي يؤثر هذا في الناس عندكم صح ولا صح إيه؟ يعني في البيع والشراء الآن انتشرت الدعوة مثلا في شرق آسيا هناك في أندونيسيا ودخل الإسلام في أندونيسيا عن طريق التجار صحيح أم لا؟ فأنتم معروف لدينا نحن مسلم أيوة مشهور عندهم عندنا أمانة في كمبوديا, أيوة في كمبوديا مشهور أن المسلمين يعني ما شاء الله حتى في كمبوديا كله بعض المحلات يبحث عن المسلم يعمل معه من أجل الأمانة من أجل أمانة. طيب إذا لابد أن تحافظوا على هذا يعني تنشروها بين الناس الله يوفقنا وإياكم يا رب.